حياكم الله مشاهدينا الكرام من جديد في من عمان. نتحدث في الدقائق القادمة عن البرنامج التعليمي المتكامل للإرشاد الوراثي، هذا البرنامج الذي تم تدشينه اليوم من قبل المركز الوطني للصحة الوراثية تحت رعاية معالي الدكتور وزير الصحة. تم التدشين صباح اليوم، إلى أي مدى سيسهم هذا البرنامج إن شاء الله أيضا في دعم منظومة ربما مكافحة الأمراض الوراثية التي تسبب قلق في كثير من المجالات. حديثنا راح يكون إن شاء الله مع الدكتور مسلم بن سعيد العريمي، اختصاصي علم الجينات والوراثة المجتمعية بالمركز الوطني للصحة الوراثية. دكتور مسلم الله بالخير، حياك الله معنا في من عمان. مساك الله بنور أخي خالد، أحب أمسي عليك وعلى السادة المشاهدين، ونتمنى إن شاء الله أن حديثنا يوصل الرسالة بشكل كامل إن شاء الله. بداية دكتور، نتحدث أكثر عن هذا البرنامج التعليمي المتكامل للإرشاد الوراثي، الهدف من إنشاء هذا البرنامج. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. هو حقيقة يأتي ضمن الأطر اللي يعني مخطط لها من قبل المركز، وهو النشاط التعليمي والتدريبي. حينما نتعامل مع الأمراض الوراثية حقيقة لا يوجد علاج ناجع يحل المشكلة من جذورها، وإنما هناك بعض الأمور أو المعطيات اللي ممكن توظف من أجل التقليل من حد من تنامي معدلات الإصابة، كذلك توفير الأجواء الملائمة والمناسبة للفرد المصاب والأسرة من أجل رفع جودة الحياة للفرد المصاب، بحيث يكون في مرحلة قادمة منتج ومساهم في مجتمعه وليس على عليها. وبالتالي التقدم الرهيب حقيقة اللي حصل في مجال التقنيات التشخيص الوراثي أدى إلى قلب مفاهيم كثيرة في عالم الطب، وخلق فجوة كبيرة بين المادة النظرية الموجودة حاليا عند الممارسين للطب من أطباء وممرضين، وبين التقدم اللي حاصل في مجال التقنيات التشخيص الوراثي. طيب، وهذه الفجوة نعمل احنا على يعني تضييقها من أجل أن تكون المعرفة العلمية والتطبيق العملي لمخرجات هذه التقنيات الوراثية تكون سهلة من أجل استهداف المواطن في الحد من معدلات الإصابة. من هنا أتت فكرة أو ما يسمى بوظيفة المرشد الوراثي. المرشد الوراثي حقيقة هو حلقة الوصل بين الطبيب وبين المتلقي، بين النتيجة أو نتيجة الفحص التي أجريت من أجل التشخيص وبين المتلقي. هو تخصص حديث حقيقة حتى على مستوى العالم كله. فإحنا أخذنا هذه البادرة وعملنا برنامج تعليمي متكامل بما يسمى بالتدريب خلال الأداء الوظيفي أو on job training، وهو أحد الوسائل التعليمية حقيقة. شمل البرنامج 10 مرشحين من محافظات السلطنة، من كل محافظة مرشح واحد، يستمر لمدة 16 شهر على 9 وحدات دراسية. كل وحدة دراسية اخترنا لها يعني مرض على حسب الإحصائيات اللي معانا. مثل عندنا وحدة دراسية متخصصة فقط في متلازمة داون، وعندنا وحدة دراسية أخرى في الأمراض الدم الوراثية، وغيرها في أمراض السرطانات ذات المسببات الوراثية. وكذلك حاولنا أن نطعم البرنامج بما يسمى بالتعليم عبر محاكاة الواقع، أو ما يسمى بالرول بلاينج، من أجل تهيئة المرشدين الوراثيين على الواقع الذي يمكن أن يعني يبدو العمل فيه. الوحدة الدراسية مقسمة إلى 3 أيام. أول يوم يكون عبارة عن تلقي نظري، محاضرات من قبل محاضرين من السلطنة، من المستشفى السلطاني أو مستشفى جامعة الصين قابوس، وأحيانا قد نستعين كذلك بالخبراء اللي ساهموا معنا في تأسيس هذا البرنامج حقيقة من الخارج. طيب، اليوم الثاني راح يكون ممارسة عملية، ممارسة عملية إما في المستشفى نفسه أو في المركز نفسه، أو حتى ناخذهم إلى المراكز الصحية المختلفة من أجل الإطلاع على سير يعني عملية يعني تدريبهم على تلقين المعلومة. نعم، وشرحها. يعني هذه الفئة مكونة من أطباء وممرضين يشتغلون في مجال الأمراض الوراثية. نعم، ليس كذلك؟ نعم، لا حقيقة احنا بما أن التخصص جديد فاحنا اخترنا عملنا زي ما تقول مقابلات مكثفة من أجل اختيار أفضل العناصر. هم الحاصلين على درجة البكالوريوس وبعضهم من الأطباء طبعا. بعد هذه المقابلات يعني كانوا هم الصفوة حقيقة، عشان لأن نريد نبدأ من حيث انتهى الآخرون. طيب، وهذه وراح إن شاء الله يأدوا وظيفتهم في محافظاتهم بعد ما يخلصوا من البرنامج. نعم، إذا أنتم اخترتوا ربما مختص وأيضا ممرض كذلك. نعم، من كل محافظة. نعم، لهذا البرنامج. كم مدة البرنامج؟
مدته 16 شهر وهم الدفعة الأولى. راح إن شاء الله يكون له دفعات أخرى بإذن الله. نعم. طيب كيف ستكون مراحل هذا البرنامج خلال الأشهر القادمة إن شاء الله؟ هو مثل ما قلت لك أخي خالد، هو عبارة عن 9 وحدات دراسية. والمصطلحات هذه تستخدم في مجال التعليم والتدريب الخاص بالصحة الوراثية. مجال الصحة الوراثية أخي خالد، بجانب التدخل العلاجي والتدخل التشخيصي، من مهم جدا فيما يسمى بالتدخل الوقائي. نعم، هذا التدخل الوقائي يتمثل في أشياء كثيرة، من ضمنها التوعية العامة للمجتمع والمتلقي بشكل مباشر، أو إعداد مرشدين وراثيين من أجل إحنا. أنت تعرف أخي خالد، لما يكون في ولادة حالة مصابة متلازمة وراثية في العائلة، هذه تعتبر مشكلة، وإن لم نقف مع هذه العائلة راح تعاني الكثير. بالتالي المصاب هذا محتاج إلى تدخلات من جهات مختلفة. طيب. القصد منه إن هو أساسا هو المحور العملية كلها، وسيكون عبء على المجتمع وربما المؤسسات. وبالضبط. وبالتالي دورنا إحنا من خلال المرشد الوراثي بعد ما يقدم له المعلومة حول المرض الوراثي ويستوعبها ويفهمها عدل، يعني يقدر يتفاعل معها بشكل إيجابي. كذلك مهمة المرشد الوراثي أن ينسق مع الجهات الخدمية الأخرى، الجهات الخدمية الأخرى المنوطة بالتعامل مع المصاب بهذه الأمراض الوراثية اللي قد يكون عنده إعاقة ذهنية أو إعاقة حركية. طيب يعني المرشد يعني الصحي أو المرشد الوراثي هنا الذي سيتم تأهيله من خلال هذا البرنامج، متى يبدأ دور المرشد الوراثي؟ نحن نعلم أن هناك أمراض وراثية موجودة في المجتمع وتعاني منها كثير من الأسر، وربما يعني تعاني على المستوى المادي والمستوى الاجتماعي كذلك ويكلفها الكثير. الآن متى يبدأ دور هؤلاء المرشدين الوراثيين؟ بلا شك خالد، وإضافة لما تفضلت فيه، احتمالية أن يولد طفل مصاب بأحد العيوب الخلقية على مستوى العالم لا يتعدى 4.4%، بينما في عمان يصل إلى حتى 4.4%، بينما في عمان يصل إلى حتى 7%. مجمل أو 51% من مجمل الأمراض اللي عندنا هنا في السلطة الوراثية هي من نوع الأمراض المتنحية، بمعنى أن يلزم أن يكون الأبوين حاملين للجين لكي يعني يولد طفل مصاب، وحامل الجين عادة لا تظهر عليه الأعراض، وبالتالي ظاهريا هو شخص يعني سليم. نسبة كبيرة من العمانيين حاملين نعم من الأمراض الوراثية، وبالتالي بما أن ما يعرف إن عنده هذا المرض هو مستهدف عندنا. فدور المرشد الوراثي اللي إن شاء الله راح، أو يعني هو مثل ما قلت لك، هو تعليم وتدريب خلال الأداء الوظيفي. إحنا مخططين على أساس إن شاء الله بعد ما يدرس الوحدة الدراسية هنا، لما يرجع المحافظة نحاول ننسق مع الإخوة هناك على أساس يبدأ عمله هناك. هو عمل وتدريب، لكن كمرشد وراثي مؤهل للبدء في العمل بشكل متكامل، لن يكون إلا بعد انتهاء الدراسة. طيب خلينا نكون عمليين أكثر. الموضوع الأمراض الوراثية مرتبط نعم بالتثقيف والإرشاد، لكنها مرتبط أيضا بجانب فحوصات مختبرية. بلا شك. إلى أي مدى أيضا تحرصون على التركيز على هذا الشيء؟ بلا شك. إحنا المركز الوراثي، أنا قلت دائما ولد ليتطور، وإحنا بادين على حسب مراحل. المراحل هذه تحكمها شيئين، تحكمها الإحصائيات المتوفرة، كذلك نراعي فيها احتياجاتنا على حسب هذه الإحصائيات والإمكانيات المتوفرة. وبالتالي إحنا عندنا الفحوصات قاعدة تتطور الحين في المركز الوراثي، إن شاء الله إلى أن نصل إلى ما يسمى بتحليل أو التحليل الجيل الثالث. الجيل الثالث اللي ممكن يحلل الجينوم البشري بشكل كامل لمعرفة مواقع العطب، وهذا ما نسعى له إن شاء الله. فإحنا ماشيين مع خطوات، لنا أهداف محددة، فترة زمنية بإذن الله تكون قصيرة، من أجل الوصول إلى كل ما يساعدنا في تشخيص كل مرض وراثي بإذن الله. بإذن الله. طيب بما أنه الأمراض الوراثية تشكل هذا القلق وهذا الهاجس بالفعل لدينا هنا في السلطنة، هل هناك مرشدين موجودين حاليا في المؤسسات الصحية؟ ما دعانا لهذه أو بداية أخي خالد في موضوع الأمراض الوراثية. هو يعني الواقع يقول أن متخصصي الإرشاد الوراثي في العالم هم كله باعتبار تخصص حديث، حاليا لا يوجد عندنا إلا 2 حقيقة في عندنا في المستشفى السلطاني، مرشدة واحدة مؤهلة، وكذلك المستشفى الجامعي. وبالتالي الحاجة فرضت علينا أن نفعل هذا البرنامج من أجل أن يكون معنا مرشدين وراثيين على دفعات متتالية. ما زالت بعد طبيعة عمل المرشد الوراثي غير واضحة، هل لك أن توضحها؟ نعم، المرشد الوراثي هو يعني أساس عمله أن يوصل المعلومة للتشخيص. إحنا لما نقوم بعملية التشخيص عن طريق الإجراء المخبري وتجي النتيجة، النتيجة هذه بحاجة إلى أن توصل بشكل كامل للمتلقي. نعم. وهناك في أسس ومهارات يجب أن تتوافر في المرشد الوراثي، ما يسمى بالكونسلينج سكيلز، وهذه المهارات كيف يقدر يصدر المعلومة بشكل متدرج بحيث المتلقي يتقبلها. كذلك المرشد الوراثي مهمته تتبع سير العائلة، بمعنى رسم شجرة العائلة لمعرفة نوعية الإصابة وطريقة توارثها عبر الأجيال، من أجل استهداف الأشخاص الحاملين أو اللي هم مؤهلين أن يصابوا بأمراض وراثية في المستقبل.
المستقبل، وبالتالي إجراء الفحوصات مبكرا من أجل الحد من إصابتهم أو على الأقل تأخير تأثيرات هذه الإصابة. إذن هو يلقي المعلومة، يتفاعل مع الفرد المصاب إذا كان طفل، فمع الأب والأم والأسرة، أو حتى مع الفرد المصاب بشكل كبير إذا كان في عمر أكبر، يحاول يقدم له يعني يشرح له المرض هذا عبارة عن إيش، ما الذي حدث، إيش المتوقع منه، وسائل العلاج المتوفرة، طيب هل احتمالية تكرار الإصابة في العائلة؟ وهذا سؤال جدا يتوارد باعتباره أول شيء. يعني أنا جاني طفل مصاب، طيب احتمال تكراره طالما هو وراثي. هنا تأتي الإجابة بناء على شجرة العائلة وبناء على التشخيص الدقيق. طيب اكتشاف هذه الحالات، اكتشاف أنه هذا الأب ربما حامل لمرض معين أو لجين معين قد تسبب في مرض ما، وكذلك ربما المرأة، متى يتم اكتشاف هذه الحالات وبالتالي الاشتغال عليها مع المرشد الوراثي؟ هل باكتشاف أو بظهور جنين ربما يحمل هذا المرض، أم أنه في كل الفحوصات الدورية التي قد تحدث لأي إنسان؟ نعم، هو حقيقة ما يحصل هذا الشيء إلا في حين، إما بولادة الطفل مصاب بأحد الأمراض الوراثية، تشوهات خلقية محددة وشيء، وبالتالي نبدأ بعد التشخيص نعرف أن المرض هذا اكتسبه من طرف واحد من الأبوين، أو اكتسبه من الأبوين حاملين لهذا الشيء، أو أن اكتسبه نتيجة تغيرات جينية حصلت أثناء تخلق الجنين نفسه. فبولادة جنين أو حتى لما يكون بعض الناس مثلا عندهم تاريخ مرضي في العائلة، فبنفسه يلجأ إلى المؤسسة الصحية المختصة لإجراء الفحص بعد ما يعطي التاريخ المتكامل. هنا أحد مهام المرشد الوراثي، المرشد الوراثي يتلقى مثل هذه الحالات، يبدأ في مثل ما قلت لك رسم شجرة العائلة. شجرة العائلة في مصطلحاتنا إحنا يعني الهدف من تحديد الإصابات التي في الأجيال السابقة، تاريخ المرضي للعائلة، وهذا أي إصابات، وبالتالي بيعطينا فكرة كيف يتم توارث هذا المرض عبد الأجيال، من أجل تسهيل عملية التدخل الوقائي أو إجراء الفحوصات. طيب دكتور، عندما نقول بأنه لدينا نسبة عالية من الحاملين لجينات ربما مرضية لأمراض وراثية، لماذا ننتظر حتى نرى حالات ربما في الأطفال مريضة بهذه الأمراض؟ لماذا لا يعمل المركز الوطني للصحة الوراثية على الوقاية قبل ذلك بآلية معينة يتم دراستها والعمل على أساسها؟ هو الوقاية الوحيدة هو إجراء الفحص قبل الزواج. الأمراض اللي ذكرت لك يا أخي خالد هي الأمراض المتنحية، اللي هي يكون الأبوين حاملين للجينات ولا تظهر عليهم الأعراض، وهذه تشكل 51%. حاليا وزارة الصحة تقوم بما يسمى الفحص قبل الزواج على أمراض الدم الوراثية الثلاثة، اللي هي الأنيميا المنجلية والثلاسيميا والنقص الخميرة، باعتبارها تأتي في قمة المعدل. لكن الخطوات القادمة في المركز أو في ضمن الخطة الخمسية التاسعة بإذن الله هو إدخال إجراء الفحص قبل الزواج على أكثر من مرض جيني، وبالتالي إحنا يعني ما راح ننتظر إن شاء الله، ما راح ننتظر أن يحصل هذا الشيء، راح نوسع الدائرة عشان تشمل أمراض أخرى. لكن يعني دائما نمشي على حسب احتياجاتنا أولا والإحصائيات، استهداف على حسب الأولوية هو يعني هو في قمة الأداء الجيد أو في قمة ضمان الجودة. الأولوية وين تقع؟ تقع على الأمراض الدم الوراثية فاتجهنا إليها، ثم الأولوية تقع على الأمراض مثلا المتنحية أو مثل ما خبرتك خالد اللي يكون الأب والأم حاملين للجين هذا، فنستهدفها أكثر. فإن شاء الله مستمرين في هذا الشيء، ومثل ما خبرتك إن شاء الله تتسع الدائرة على حسب الإمكانيات اللي نسعى لتوفيرها إن شاء الله من أجل فحص أمراض أخرى. فالقائمة راح تطول بإذن الله. طيب في ظل هذه النسبة العالية من الأمراض الوراثية المسجلة في السلطنة، أنتم كمختصين هل تدفعون بأن يتم هناك يكون موضوع الفحص قبل الزواج إلزامي؟ طيب هذا طرح كثير وتم مناقشته في مؤتمرات كثيرة. احنا بخبرك عن تجربة احد الدول المجاورة، احد الدول المجاورة فعلا جعلتها إلزامية، لكن عملوا دراسة هم فاكتشفوا ان 85% من الذين اجروا فحص قبل الزواج لم يلتزموا به. القضية اخي خالد ليست في الإجبارية، القضية في دورنا احنا في تنمية ونشر الوعي العام بأهمية هذا الفحص. نعم، هي الثقافة من داخلك انت، واحيانا الاستسهال، ربما الانسان يقول هذا ربما قضاء الله وقدره، وبالتالي قد يحدث وقد لا يحدث. صحيح، اذا مثل التوعية هذا دورنا في المركز كذلك، احنا عندنا قسم خاص بهذا المجال. احنا في خلال تعاملنا مع المواطنين خالد، المواطن العماني يعني حقيقة يقدر يعني يحب يعرف المعلومة، يسعى لها، يستمع لها، يتفاعل معها، وهذا سهل علينا كثير في برامجنا التوعوية الموجهة من قبل تشجيع الفحص قبل الزواج، أو حتى تشجيع أن اللي عنده أي حد في العائلة مصاب يعني يلجأ للمؤسسة الصحية المختصة من أجل معرفة ماهية هذا المرض. يعني مش
مش كل الأمراض الوراثية يجب أن يكون لها يعني توارث في أجيال، لا، قد تحدث نتيجة يعني ما يسمى بالسبوراديك أو فجأة حصلت. لكن المعرفة بها، المعرفة بهذا المرض يسهل عملية التعامل مع عليها مع الأسرة. هو ربما دكتور التحدي الأكبر لربما سيطر على هذا الموضوع هو أنه الارتباط الأسري عادة مبني على عاطفة، وبالتالي تغليب المنطق وربما الإحصائية الطبية على العاطفة يبدو صعبا. وجهة نظر صحيحة وحصلت في أرض الواقع فعلا، لكن احنا نؤمن وأنا ما زلت يعني حقيقة متفائل كثير بعمليات نشر التوعية والتثقيف المجتمعي فيما يخص الأمراض الوراثية والصحة الوراثية. ولذلك المركز أطلق عليه المركز الوطني للصحة الوراثية وليس الأمراض الوراثية، فمصطلح الصحة مصطلح مجمل يشمل جزء كبير فيه في التفاعل التوعوي بين مقدمي الخدمة وبين المجتمع. فنراهن على التوعية كثير إن شاء الله راح تحسن الوضع. نعم، طيب ما هي أبرز الأمراض الوراثية الأكثر انتشارا الآن؟ يأتي على رأس القائمة أخي الأمراض الدم الوراثية اللي ذكرتها سابقا، بعض المتلازمات الوراثية وأهمها متلازمة داون. إحنا عندنا حالة من كل 350 ولادة حية، وعندنا كذلك أمراض ما يسمى بالخلل الوراثي للعمود الفقري أو النخاع الشوكي عفوا. عندنا كذلك 21% من مجمل الأمراض هو أمراض الخلل الأيضي، أمراض الخلل الأيضي اللي تتعلق بنمو العضلات بعمل الإنزيمات الخاصة بعمليات الهضم في الأمعاء. وعندنا أمراض كذلك اللي بدأت تطلع الحين أو بدأت تقيد حقيقة اللي هي أمراض السرطانية ذات الأسباب الوراثية أو الأعطاب الجينية المسببة المباشرة لها. طيب يعني الكوادر التي ستشارك في البرنامج التعليمي المتكامل للإرشاد الوراثي، ما هي الآلية التي تم على أساس اختيار هذه الكوادر؟ على حسب الوحدة الدراسية. يعني الوحدة الدراسية الخاصة بمتلازمة داون ارتئينا أن يكون المتخصصين في التعامل مع متلازمة داون الموجودين في السلطنة. لما رحنا القسم أو الوحدة الدراسية الخاصة بأمراض الدم الوراثية استعنا بخبراء في هذا المجال من السلطنة. يعني كل وحدة دراسية هي تفرض الاختيار اللي يتم عن طريق ذلك. لكن تدريب المرشد الوراثي نفسه على مهارات الإرشاد، احنا عندنا المعلومة العلمية نفسها وعندنا كذلك تأهيل المرشد الوراثي كي يقوم بعمله، وهذه في حد ذاتها يحتاج لها ما يسمى بعملية التعليم الكبار أو الأدلت ليرنينج، وكذلك اللي ذكرت لك هو محاقاة الواقع. فعندنا إن شاء الله نستدعي بإذن الله بعض الخبراء المتعاونين معنا من قبل الجمعية الأوروبية للإرشاد الوراثي وكذلك بعض المختصين المتميزين في المملكة المتحدة وفي أمريكا، فإن شاء الله راح يكونوا يعني مثل ما تقول أساتذة زائرين. البرنامج متكامل من ناحية إيش؟ من ناحية تأهيل نظري وتأهيل عملي، وكذلك اطلاعهم ما ذكرت لك اليوم الثالث أخي خالد اطلاعهم على اللي يجري في المختبر المتميز الموجود معنا في المركز. إذا فهم المرشد الوراثي إن الفحص الفلاني هذا قد يكون له نسبة خطأ كذا وقد يكون يحتاج إلى إعادة كذا، وبالتالي إحنا نريد نهيئة بحيث لما يعطي المعلومة للمتلقي تكون جدا جدا وأقرب للصح، لأن هذه المعلومة قد يبنى عليها قرار. يعني لما تعمل مثلا فحص قبل الزواج ربما يتخذ قرار بعد ذلك. فنحرص جيدا أو المرشد الوراثي يحرص جيدا على أن النتيجة فعلا تكون معتمدة وصحيحة بالكل. كذلك احنا لما نطلع من مجال تلقي المعلومة احنا مثل ما قلت لك خالد هو المواطن هذا هو هدف العملية كلها. فنحاول أو ضمننا في المنهج أن المرشد الوراثي كيف يتعامل مع الوحدات الحكومية الأخرى، جمعيات العمل المدني كذلك، من أجل التعاون مع المريض نفسه وأسرته. وأنا حتى لما سألتك عن آلية اختيار هؤلاء الذين سيصبحون مرشدين وراثيين وضعت في الحسبان أنه فعلا يعني هذه القرارات التي قد تبنى على هذه الاستشارة وهذا الإرشاد الذي راح يأتي فيما يتعلق بعقد زواج، فيما يتعلق أيضا يعني الاستمرار في إنجاب أطفال. صحيح. وهكذا. صحيح صحيح، هم لن يعملوا بمفردهم. يعني المرشد الوراثي أساسا يعني في مرحلة مثل ما خبرتك أخي بين الطبيب وبين المتلقي أو الشخص اللي قام بالفحص، فالطبيب موجود، المختص موجود، فالدائرة يعني دائرة محكمة ومغلقة. فلن يكون هناك مثلا اعتماد كلي على فرد، لا، هي لابد أن يكون عمل جماعي. يعني نحب نطمن الناس أن العملية ما راح تكون بهذا الشكل المباشر، لا، راح يكون في مراجعات، راح يكون في تقييم وإعداد قبل البدء في إعطاء الإرشاد نفسه إن شاء الله. نعم، كل توفيق لكم الدكتور مسلم بن سعيد العريمي، اختصاصي علم الجينات والوراثة المجتمعية بالمركز الوطني للصحة الوراثية. كل التوفيق لكم في البرنامج التعليمي المتكامل للإرشاد الوراثي وكذلك أيضا للذين سيشاركون في هذا البرنامج إن شاء الله. شكرا أخي خالد، وأشكر الهيئة على استضافتها، ودوركم كبير يساعدنا في مجال التوعية ومجال التثقيف المجتمعي. نعم. نعتمد عليكم، ما قصرتم معنا وننتظر المزيد إن شاء الله. نعم، واجب.
نافذة إعلامية لابد أيضا أن تقوم بهذا الدور للحفاظ على المجتمع وكذلك أن يكون المجتمع سليم من هذه الأمراض الوراثية. الله يحفظ إن شاء الله الجميع وإن شاء الله تهنأوا هكذا بحياتكم الأسرية وأبنائكم بصحة وعافية.